تحت إشراف هيئة السياحة والأثار بالمنطقة الغربية، يشارك أكثر من 200 فنان تشكيلي من جمعية الثقافة والفنون بجدة بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوعين وجمع غفير من رواد كورنيش جدة في تلوين جدارية الوطن. تضمنت الجدارية اللي تعد الأكبر في العالم رسومات وطنية عبر فيها المشاركين عن تعاضد الشعب وتلاحمه مع قيادته الحكيمة، وكذلك رسومات تعبيرية عن النهضة العمرانية والتراثية في المملكة.